أقول هذا إيمان الله
إليك ومن أحسن من يعاقب بعض. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم يحكم علاك من الله من ولي ولا وق. ولا قد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآيات دين إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب وكل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. Halo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.